نعود بحذر لأنه الخطر باقي موجود، جنودنا ما قصروا فلا نضيع الجهود، عشان بكرة نتباعد اليوم، عشان بكرة ما نلقى على أنفسنا اللوم. بعيني شفت من خسروا أحبابهم، بعيني شفت من صاروا تحت الثرى ولا ودعوا أحبابهم. حيط وحذر كماماتك وغسل اليدين، القي سلامك من بعيد لجل بكرة ما تدمع العين. لذا كبار وصغار الكل فينا مسؤول، بالتزامنا بذل رب الوباء يزول. ملتزميني لين يزول الخطر، ملتزميني لين يصير الجدول صفر. وإذا بانت الأعراض اعزل نفسك عن الغير، خلي إيمانك بالله وقول إن شاء الله خير، وارفع اتصال على 937 بوعينا نوقف انتشار كوفيد 19.